الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلن تجد أي محتل يعظم في بلد احتلها إلا في مصر، فتجدهم يقولون على الاحتلال الفرنسي الحملة الفرنسية، ثم يحدثوك عن فوائد الحملة الفرنسية وسنفند الفوائد المزعومة، ولكنهم لا يخبروك عما فعله الفرنسيون بالمصريين أثناء احتلالهم لها. لقد أجمعت كلمة كثير من المؤرخين والكتاب في مختلف البلاد العربية على اعتبار حملة نابليون العسكرية نقطة تحول ومبدأ نهضة في تاريخ القطر المصري بوجه خاص وتاريخ الشرق العربي بوجه عام، وهؤلاء طبعا من المفتونين بالغرب وأهله. وقد انتشرت هذه النظرية بين المفكرين والمثقفين منذ مدة طويلة، وأصبحت الآن من الآراء الشائعة التي لا يشك فيها أحد ولا يختلف فيها اثنان، حتى أن الاحتلال الفرنسي أصبح مشهورا بالحملة الفرنسية وليس الاحتلال الفرنسي. فتهمك كلمة حملة هذه أن الفرنسيين أناس ودودون جاءوا لمصر لرفع الظلم عن أهلها ولإخراجهم من الظلمات إلى النور، حتى أن كتاب الأدب أنفسهم صاروا يقولون بهذه النظرية ويعتبرون مجيء نابليون إلى مصر فاتحة عهد جديد ومبعث تطور هام في تاريخ الأدب العربي الحديث. وقد غال بعض المؤلفين في تقدير وتبجيل هذه الحملة العسكرية إلى حد القول بأن الفتح الفرنسي لمصر كان كفتح الإسكندر للشرق سواء بسواء، كان خطوة بالحضارة إلى الأمام، وهذا للأسف ما كنا نعتقده ويعتقده أطفالنا بناء على ما درسوه وفهموه. ولذلك علينا أن نبين حقيقة هذا الاحتلال الطاغي الغاشم وما فعله بمصر والمصريين، ليعلم أبناؤنا أن الاحتلال لا يأتي بخير أبدا، ومن المستحيل أن يعمل المحتل لمصلحة البلد التي احتلها، فلم ينفق الأموال ويترك البلاد ويضحي بالدماء من أجلك، فلا تترك أحدا يقنعك بهذا الكلام الفارغ. فنابليون جهز جيش الاحتلال مصر ونهب خيراتها وجعلها قطرا تابعا لفرنسا، وقد كتب تاليران في التقرير الذي قدمه لتأييد هذه الحملة إن مصر كانت فيما مضى ولاية تابعة إلى الجمهورية الرومانية، فيجب أن تصبح الآن ولاية تابعة إلى الجمهورية الفرنسية. وكتب الجنرال مينو في أحد التقارير التي قدمها إلى نابليون يجب على مصر أن تعوض لنا ما خسرناه في جزر الأنتيل. حتى إن نابليون نفسه كتب في أحد التقارير التي أرسلها إن الأعمال التي تمت في مصر قد ضمنت للجمهورية امتلاك هذا القطر الجميل من العالم إلى الأبد، كما أنه قال في أحد المناشير التي أذاعها باللغة العربية: اعلموا أن الفرنساوية لا يتركون الديار المصرية ولا يخرجون منها أبدا، لأنها صارت بلادهم وداخلة في حكمهم. وقد كرر نابليون هذه الفكرة في بلاغ آخر نشره على المصريين بأسلوب أحسن من ذلك أيضا: واعلموا أن أرض مصر استقر ملكها للفرنساوية، فيجب عليكم أن تعتقدوا ذلك وتركزوه في أذهانكم كما تعتقدون وحدانية الله تعالى. ومن هذه الكلمات تعلم أن نابليون جاء لسرقة بلدك منك وجعلها ولاية أو قطرا تابعا لبلده الأم فرنسا. وقد كان نابليون يأمل أن ينال من الباب العالي تأييدا رسميا لحملته على مصر، غير أن الوقائع خيبت أمله هذا بسرعة واضطرته إلى محاربة العثمانيين والإنجليز والمماليك والأهالي في الشمال وفي الجنوب في الشرق وفي الغرب، حربا لا هوادة فيها. وقد استطاع الإنجليز أن يفاجئوا الأسطول الفرنسية في أبي قير ويدمروه تدميرا كاملا قبل أن يمضي شهر على نزول الحملة إلى البر، وانقطع بذلك ارتباط الجيش الفرنسي ببلاده الأصلية، فصارت الحملة بعد ذلك تعيش عالة على المصريين بكل معنى الكلمة. يعني صاروا كالنبات المتطفل الذي يتعايش على طعام وخيرات النبات الأصلي حتى يقضي عليه. فهل تعلم ما فعله الفرنسيون أصحاب الحملة المزعومة بمصر والمصريين؟ اسمع، فمنذ ذلك الحين الذي تم فيه القضاء على الأسطول الفرنسي أخذت قيادة الحملة تفرض على الأهالي على الدوام أنواعا شتى من الضرائب والقروض والغرامات، وصارت تكثر من مصادرة الأموال والذخائر ومن تسخير الدواب والجمال ومن إرهاق كواهل الناس بسلسلة طويلة من التكاليف. وكان قواد الحملة يقدمون من وقت إلى آخر على هدم عدد كبير من المباني بين دور وحوانيت ومساجد وجوامع ومدارس وقصور لغايات عسكرية بحتة، لأنهم كانوا يجدون ذلك ضروريا مرة لتسهيل المراقبة على الأهالي مع منعهم من التتروس والتحصن في الأزقة، ومرة لحفر الخنادق وتشييد القلاع وتعبئة المدافع، كما أنهم كانوا لا ينقطعون عن قطع الأشجار وتخريب
البساتين لتسهيل أعمال الضبط والمراقبة من جهة، وللحصول على الحطب الضروري لصنع المراكب وتشييد الحصون وتقوية الخنادق من جهة أخرى. غير أن تخريبات الجيش الفرنسي في مصر لم تقتصر على الأموال والأشجار والمباني وحدها، بل تعدت كل ذلك إلى النفوس أيضا، فإن قوات الحملة عندما لاحظوا عدم انخداع الناس بالدعايات الساذجة التي كانوا قاموا بها تحت ستار الدين، أخذوا يسلكون مسالك القوة والعنف، وصاروا يكثرون من أخذ الرهائن واعتقال الناس، وأقدموا على إعدام الكثيرين منهم لأتفه الأسباب عقابا لهم أو تخويفا لغيرهم، وقاموا غير مرة بأعمال تعذيبية وإرهابية فظيعة لا تختلف كثيرا عن همجية القرون الأولى. وقد قابل الفرنسيون الثورات التي قامت في البلاد على حكمهم الجائر بمنتهى الصرامة والوحشية. إنهم صوبوا نيران مدافعهم على مختلف أحياء المدينة، وأزهقوا أرواح الآلاف من الأشخاص، وسببوا حرائق كثيرة، واسترسلوا في التعذيب والتخريب والسلب والنهب بشتى الصور والأساليب. يقول الجبرتي عن أحوال البلد عند بدء الاحتلال الفرنسي أنها كانت في غاية الشناعة، جرى فيها ما لم يتفق مثله في مصر، ولا سمعنا ما شابه بعضه في تواريخ المتقدمين. كما أنه يصف الفظائع التي ارتكبها الفرنسيون من قتل ونهب وسلب عند ثورة القاهرة الثانية بقوله: فعلوا بالأهالي ما يشيب من هوله النواصي، وصارت القتلى مطروحة في الطرقات والأزقة، واحترقت الأبنية والدور والقصور، ثم إنهم استولوا على الحانات والوكائل والحواصل والودائع والبضائع، وملكوا الدور وما بها من الأمتعة والأموال والنساء والخندات والصبيان والبنات ومخازن الغلال وما لا تسعه السطور ولا يحيط به كتاب ولا منشور. ويصرح الجبرتي بأنهم لم يستثنوا من هذه الفظائع حتى العجزة والمسالمين، قائلا: والذي وجدوه منعطفا في داره أو طبقته لم يحارب، ولم يجد عنده سلاحا نهبوا متاعه وعروه من ثيابه، وأصبح ما بقي هناك على قيد الحياة فقراء لا يملكون ما يستر عوراتهم. ويعترف المؤرخون الفرنسيون أن نابليون كان يصدر أوامر يومية كثيرة توصي القوات بالإكثار من إعدام الأشخاص على أن تقطع رؤوسهم بعد ذلك ويطاف بها في الشوارع إرهابا للناس، لأنه كان يرى أن هذه هي الطريقة الوحيدة لفرض الطاعة على هؤلاء. وكان يضرب لهم مثلا بما يفعله هو في القاهرة ليقتدوا به في مناطق حكمهم، وما فعله هؤلاء الفاشيين مع سليمان الحلبي رحمه الله يدل على عقليتهم المريضة، فقد قتلوا أصحابه أمام عينيه وأحرقوا يده اليمنى، ثم قاموا بقتله على الخازوق وظل يعاني حتى مات رحمه الله، ثم تركوا جسده الطيب لتأكله الطيور. فهذه حركة عسكرية استعمارية مقرونة بحكم عسكري عنيف انتهت بفشل تام. ثم بعد أن استمرت 3 سنوات مضت كلها بين الحروب والثورات والاعتقالات والمظالم والعنف، فهل يا ترى يكون لمثل هذا الاستعمار الغاشم فوائد؟ فمن هذه الفوائد المزعومة يقولون أن نابليون اصطحب معه العلماء الذين قاموا بأبحاث واكتشافات أفادت المصريين. فهنا سنقول: قام هؤلاء العلماء بأبحاث علمية هامة خلال وجود الجيش الفرنسي بمصر، ولكن هذه الأبحاث لم يكن للمصريين بها أي صلة، ولم يقوموا بمشاركة هذه الأبحاث مع المصريين أو حتى يعلموهم أي شيء عنها، ولم يرد في أي كتاب أن الفرنسيين قاموا بتدريس هذه العلوم للمصريين، حتى أن الكتاب الذي دونت فيه هذه الأبحاث والذي يزعمون أنه ساهم في نهضة مصر هو كتاب وصف مصر الشهير، لم يطبع وينشر إلا بعد مرور سنوات عديدة على انتهاء الحملة بالفشل المعلوم. فإن الطبع لم يبدأ إلا بعد مرور 8 سنين، ولم يتم إلا بعد مرور نحو ربع قرن، لأن المجلد الأول من الكتاب المذكور طبع سنة 1809، وأما المجلد الأخير منه فلم يطبع إلا سنة 1825، ولم يطلع المصريون عليه إلا بعد مرور العشرات من السنوات بعد طباعته، بل إنهم كانوا يقومون بدعوة المصريين ويقومون بإجراء تجارب أمامهم ويقومون بالضحك من ردود أفعال المصريين المشاهدين لهذه التجارب. فكيف نزعم أن أبحاث هؤلاء العلماء ساعدت في نهضة مصر ثم يقولون أن الاحتلال الفرنسي أدخل إلى مصر أول مطبعة عربية، ويزعمون بأنه قد ترتب على ذلك نتائج ثقافية خطيرة، ويقولون أن هذه المطبعة صارت أساسا لمطبعة بولندا
الأملاق الشهيرة. ولكن علينا أن نعلم أولا أن هذه المطبعة كانت آلة من آلات السيطرة والاستعمار، نقلت إلى مصر من أجل طبع المناشير والأوامر والتنبيهات التي توجه إلى الناس. ولم يطبع رجال الحملة بهذه المطبعة شيئا يفيد الناس أو يفيد العلم والثقافة في البلاد، يعني لم يأتوا بها من أجل سواد عيون المصريين أو من أجل طباعة العلوم التي تنفعهم. ثم إن الذين زعموا أن المطبعة العربية التي أتت إلى مصر مع الحملة الفرنسية بقيت في مصر بعد جلاء جيوش الحملة وأنها صارت بعدئذ أساسا لمطبعة بولاق الشهيرة في عهد محمد علي الكبير، لم يستندوا في زعمهم هذا إلى أي أساس صحيح، فالمطبعة لم تبقى في مصر وإنما أخذها الفرنسيون معهم بعد جلائهم من مصر. أما مطبعة بولاق فمن المؤكد أنها جلبت في عهد محمد علي من إيطاليا، وأيضا المطبعة الفرنسية ليست أول مطبعة تطبع بالحروف العربية، فقد سبقتها قبل ذلك مطابع كثيرة. ثم نأتي إلى قول البعض أن فك رموز حجر رشيد من أجل إسهامات الاحتلال الفرنسي في نهضة مصر، وهذا عجيب. فشامبوليون الذي فك رموز حجر رشيد ولد عام 1890، فكان في الثامنة من عمره عند نزول المحتل الفرنسي لمصر. وفوق ذلك شامبوليون لم يكن مصاحبا لعلماء الاحتلال الفرنسي أثناء وجودهم في مصر، بل زار مصر بعد جلاء المحتل الفرنسي بربع قرن. فكيف يقال أن فك رموز حجر رشيد من أجل خدمات الاحتلال الفرنسي؟ وبعد كل ما سمعت ينبغي أن تتثبت من كل ما تسمع ولا تكن ساذجا يضحك عليك بسهولة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.